والله لا اله الا ابوك كلب. ولا بهلول كنت تاركه امبارح قطعه جاتو بالبراد، شفتها شي؟ القطعه يلي فيها شوكولا كتير؟ ايه القطعه يلي فيها فريز وكريمه وبتشهي. ولك ايه هي بذاتها. ايه شفتها، ما تقلقي ما حدا سرقها. عن جد الله يطمن قلبك، وينها؟ بمكان امن كتير، لا تقلقي. ليك هون اكلتها كلها يا بلاع الصرامي. طبعا اكلتها يا خانم، اكلتها كرمالك، كرمال احميكي، كرمال اشفيكي، كرمال قلبك وعينيكي. لك ليش قلبت نزار قباني خراس ولا قلي ليش اكلتها؟ لانه يا مدام. صح انت انسة، انا اسف تحمست. لانه يا انسة هي فيها 300 سعرة حرارية، اذا اكلتيها رح تسمني ورح يصير عندك دهون كتير، واذا صار عندك دهون رح يصير معها تيجيكي عرسان والكل رح يبزق بخلقتك. عن جد؟ طبعا عن جد يا قلبي، انت لازم تشكريني اني انقذتك. عن جد شكرا يا بهلول، فضلت علي كتير. لك وفضلت على راس اللي خلفك، نسيت قلك وكيس الشيبس يلي بالدرج تبعك كمان انا اكلته. اصفر صفارك سحرني وبعدك عني اهرني، بس وين الاصفر بالموضوع؟ ولا بهلول الكر، لك ذكرنا القطقه النط، لك قلي شبك ليه عم تعيط؟ ولك الله لا يوفقك، كنت مفكرك رفيقي طلعت حمار. ولك يخرب بيتك من حالك، طلعت بتحب اختي. لك طلعت بتحب اختي. لك انا احسن واحد بين رفقاتك، ما بدك يعني يكون سهرك؟ بعدين انا بحبها لاختك كتير كتير، وانا وياك رفقات كتير كتير. لك انا مشانك. ولك يخرب بيتك من حالك، صرعت سمانة لسه على كل شغلة والتانية. انا مشانك، انا مشانك، اخذ هي لكان. ولك انا ضربتك بتعرف ليش؟ انا كمان مشانك، اختي مو منيحة. بدا 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 ولا ماي بدا 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 ولا ماي بدا بدا بدا. وينه؟ ولا ابن السرنوة عم تدخن؟ شو؟ لا لا ابي انا ما بدخن. لكن هالباكيت شو؟ احكي ولا احكي مشان ما اتحشك بالثقب الاسود تبعي وخليه يشفطك، احكي. هاد الباكيت مشانك يا استاذ. مشاني ويا استاذ كمان؟ طبعا يا استاذ. يا اب يا ظالم انت، انا عم ساوي هذا الشيء كرمالك. كل مره بتدخن انواع دخان مضر للصحه، اما انا هالمره جبت لك افخم انواع الدخان مشانك، والله مشانك. ايوه لكن اذا هالباكيت الي انت ليش فاتحه ومدخن منه؟ شو بدي اشتري لك سمك بالمي؟ طبعا جربت لك يا بركي كان مسموم او مضروب، انا مشانك. يي بعت لي حم عليك يا ابني، انا اسف والله ظلمتك. هس ولا كلمه ولا حرف، هلا رح ضب اغراضي وامشي من هون، انت ظلمتني كتير كتير، والدخان يلي جبت لك يا رح اخده معي، انا بورجيكم. يخرب بيته من حاله، اخذ الباكيت كمان وعم يقلي هس كمان. هالحرباية ابن الحرباية، والله لا ورجيك. ولك تعال لعندي يخرب بيتك تعال. ايه حنونتي شو صار معك قليلي؟ ولا بحلول انت شو حاكي علي لحنان؟ شو حاكي عنك؟ انت قايل انه انا بوشين وانك انت بتصرف علي واني انا عم خونة لحنان؟ لا مو صح يا سيدي. امبلا صح، انا كرمالك يا رفيقي، هاي البنت مو لقلك، هاي البنت كل يوم بتعمل تحت بالليل، هاي البنت ريحة تمها متل ريحة الشاورما المقلية بالمازوت، انا خلصتك منها كرمالك يا رفيقي. ولك لعم ضربك لسه كرمالك كرمالك، لك وعم تحملنا منية فوق ما عم تخوزقنا. لك انت مين طلب منك مساعدة؟ بتعرف شو؟ شو؟ بسم الله يا رحمن يا رحيم. لا عباس مشان الله عم تكركرني، لا لا خلاص. ولا ما بدي اسمع منك ولا حرف. لك لا يا جماعة مشان الله اللولو يسامحني، لك انا كرمالك. خلاص ولا مو انت كمان كرمالي وانا كمان كرمالك. لك لا عباس مشان الله لحموت من الضحك. يا جماعة حطوا 100,000 لايك على هذا الفيديو، مو كرمالي كرمالكن انتو. لك
اخ عباس واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس، مو كرمالي كرمالكم، مشان كل ما ينزل الفيديو جديد يوصلكم اشعار وترقصوا على الرنه. ايه وحطوا لنا تعليق وبعتوا هذا الفيديو لكل واحد مثل بهلول بخبص، وكل ما بتعاتبوهم بيقولوا لكم لك كرمالكم كرمالكم، ابعتوا هذا الفيديو لكل الناس اللي بتقول كرمالكم. والله لإلها انا ابوك كلب. عشانك انت اطوي البلاد، والله عشانك انت اطوي البلاد، عاشق شاهد على